هو انا او انا ممكن جدا. اسال سؤال بره المنهج؟ اه طبعا طبعا. عايزه اعرف يعني حلم وزير الثقافه، كل واحد بيبقى عنده حلم، وانا عارفه ان التحديات كتيره جدا، ووزاره الثقافه ليست وزاره سهله، يعني هي وزاره معنيه بالوجدان، معنيه بتشكيل الوعي، فالحلم اللي عند حضرتك واصل لفين؟ يعني لو تدينا اكتر من محور سريعا كده. لا الحلم بتاعي على فكره هو بسيط في مبدأه، ولكن يمكن يكون ليه عمق شويه. انا عايز الحلم بتاعي ان يكون في مجموعه من الناس في يوم من الايام هتقعد بتتناقش في قضايا فنيه، تتناقش في اللوحه الفنيه مفرداتها، تتناقش في العزوفه والانشوده الموسيقيه وازاي يحللوها، عنده قدره على انه يقرا الكتاب ويحلل الافكار اللي فيه، عنده طرح فكري مهم جدا، عنده تحضر بيصدره لعائلته لاولاده وللمجتمع اللي هو موجود فيه، عنده شارع مصري بيتغنى بأغاني جميلة ويتفاعل تفاعل حضاري جدا مع بعضه، عنده قدرة عن التعبير، عنده قدرة عن الاستنباط الحرية والمفاهيم الأساسية في الحياة كلها، عنده تحضر جميل. هو أصلا هو أصله لكن هو يمكن تناسى شوية هذا المقدار من التحضر والتثقيف، محتاج حد بس يفكره. فأنا حلمي بسيط في أساسه، إن الناس تقعد مع بعض وتستمتع وتحس بالجماليات الحياة اللي حواليها، تحس يعني لون، يعني تكوين، يعني حياة. أكيد أنا يعني كلنا بنحلم مع حضرتك، وبنحلم كمان إنه الثقافة تبقى موجودة في كل محافظات مصر، عودة قصور الثقافة بقوتها، السينما، الحياة، مسرح القرية، كل الحاجات الحلوة. أنا بقول لسيادتك هي حياة، هي مش ثقافة، هي حياة. فعلا احنا في انتظار الحياة، يعني الحياة احنا في انتظارها ومتعطشين ليها، لانه يعني محتاجين بس نظهر جمال مصر. احنا بس عندنا الفكرة الأخيرة لو تسمح وقتي. طبعا لسيادتك اتفضل. الثقافة كمان مش مقتصرة بس، ودي من الأحلام بتاعتنا، ودي الأبليكيشن الأخير، ان احنا بنعمل زي فيرتشوال، قصر فيرتشوال، قصر ثقافة افتراضي. كلنا صناع ثقافة، كلنا نقدر ندي منتج ثقافي وفني، كلنا نحط على الابلكيشن ده او الموقع ده، هنحط عليه المنتج الثقافي المصري من كل البقاع. صحيح. كلنا بنشترك في الثقافه، هي مش هيئه تحرير معينه هي اللي بتملي عليك ايه نوعيه الثقافه اللي انت هتاخدها، كلنا هنشترك في ده. المصريين اقوياء جدا، عندهم قوه ابداعيه غير عاديه في كل المجالات، في الموسيقى، في الرسم، في التصوير، في كل المجالات. انا مش عايز انسى حاجه الحقيقه، ادب، شعر، كل أكيد. حاجة. أنا متأكدة إحنا مش أقل من إنه الناس بتروح حي مونمارت في باريس في الساكرو كور عشان يشوفوا الفنانين بيرسموا، فما أجمل فناني مصر لما نشوفهم يا فندم. أنت في أجمل أحيائنا يعني. البائع الجائع في مصر بيلحن موسيقى. صحيح. بيعزف. صحيح. يعني إحنا بياع روبابيكيا يعني نفسه بيعمل موسيقى. بيعزف، هو بيعزف موسيقى. أكيد. هو الشعب عنده ملكة ديت غير عادية. أكيد. فاحنا بس محتاجين التوجيه، وانا بقولها لاخر مره، الحكومه او انا الحقيقه كوزير ثقافه، انا مش بصدر الثقافه، انا منسق ما بين المؤديين والمثقفين عند الحكومه. ده شيء جميل. انا كده هجيب القهوه بتاعتي، انا هجيبها ونيجي نعمل حوار يعني في محاور كتير. أنا وانا هجيب القهوه واجي. خلاص انا مستنيك. يلا بشكرك ونورتنا والى الامام. وهتفضل الثقافه دي يعني اديتنا طاقه وامل، وان شاء الله مصر تستحق فعلا انها تستمتع بثقافتها وبريادتها. بشكرك شكرا جزيلا وزير الثقافه دكتور احمد فؤاد هنو.